السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة علي فلوج، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. فضلا وليس أمرا، إذا كنت أول مرة تتابع قناة علي فلوج، ما عليك إلا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بالجديد ديالنا. إذا على بركة الله غادي نبداو في الموضوع ديالنا. حلقة اليوم إن شاء الله غادي تساعد المغاربة، سواء عندك الرميد ولا ما عندكش الرميد، غادي تستافد من هاد الحلقة. جبت لكم أخبار لجد مفرحة للطبقة الكادحة وحتى الطبقة المتوسطة في المملكة المغربية. حلقة اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على التغطية الصحية. عدد كبير من الناس كيتسائلوا ملي غادي يحيدوا الرميد 2021، كيفاش غادي نتعالج واش من قطاع غادي نكون تابعين ليه. والناس اللي ما عندهمش الرميد كيقولوا انا ما عنديش الرميد، و2021 قالوا كاينه التغطيه الاجتماعيه اللي فيها واحد النقطه ديال التغطيه الصحيه. كيفاش غادي نقدر نستافد من هذا الشيء بطريقه سهله وبسيطه؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم اخبار مفرحه. يعني اول نقطه غادي نبداو بها وهي اللي كتهمنا حنايا، فهي نقطة ديال التغطية الصحية. غادي توليو تعالجو مجانا وغادي تشمل كل شيء. غادي تقولو ملي غادي يحيدو لي الرميد شنو غادي ندير؟ سهلة. يعني وزير الاقتصاد والمالية بن شعبون آخر خرجة ديالتو اللي كانت قال بأن الناس اللي عندهم الرميد ولا الناس اللي ما عندهمش الرميد بطبيعة الحال حتى هما غادي يوليو تابعين للضمان الاجتماعي. كيفاش هادشي؟ نعم، الناس ديال الرميد والناس اللي ما عندهمش الرميد غادي يوليو حتى نتوما تابعين للمكتب الوطني للضمان الاجتماعي. فهاد الحاله غادي توليو حتى نتوما تعالجوا، والبرنامج ديالكم غادي يوريو لكم حتى نتوما كيفاش غادي تدفعوا الدواء وتستافدوا من التغطيه الصحيه الشامله اللي غادي تستافدوا منها جميع المغاربة بدون استثناء. غادي نعاود لكم، 2021 غادي يحيدوا الرميد وغادي تولي تغطية صحية شاملة، غادي تستافدوا منها الناس اللي كان عندهم الرميد والناس اللي ما كانش عندهم الرميد. واحد الفئة غادي تقول انا ما عنديش الرميد، يعني انت تابع الضمان الاجتماعي، يعني انت كنتي تابع للضمان الاجتماعي. وفي حالة ما كانش عندك لا رميد لا ضمان اجتماعي، ما عندك حتى شي حاجة، والو، خدام غير طالب معاشو، حتى انت غادي تستفد من التغطية الصحية الشاملة. هاد الشيء غادي تشوفوه ان شاء الله غادي يحط فيه المغرب فلوس كتيرة باش يطور ويزيد به لقدام. الصراحة ما نكونوش متناقضين، ما نهضروش بالهضرة ديال الزنقة. انا ما كان بغيش ندخل في الحياتيات، ديما كان حاول نجيب معلومات واخبار اللي غادي تساعدكم في الحياه ديالكم. شي حاجه اللي تفهمها عندي ما ندير بها، ما خدامش ليا، خاصني شي حاجه اللي غادي تدخل تفرج في الفيديوهات ديالي وتستافد منها. كما كنقول لكم دائما، شي حاجه اللي غادي تنفعكم في الحياه ديالكم ان شاء الله. دابا الحمد لله غادي تولي هاد التغطيه الصحيه الشامله، غادي ينوضوا بعض الناس وهذوك اللي كيعلقوا في الكومنتير يبداو يسبوا. شوف، ملي كنقول تغطيه صحيه شامله، راه اللي عندهم الرميد واللي ما عندهمش الرميد، لان الرميد في 2021 غادي يحيدو، يعني بنادم غادي يولي يستافد حتى هو بشكل عادي، وغادي يولي حتى هو تابع للضمان الاجتماعي، لان الضمان الاجتماعي هو اللي غادي يولي يواكب هذه النقطه اللي تكلمت لكم عليها دابا. والحل الوحيد هي هاد النقطة باش كلشي يبقى على خطو. وقناة علي فلوج كتجيب لكم أخبار موثوقة بالمصدر باش كلشي يستافد وما نكذبوش عليكم. وإن شاء الله غادي نخلي لكم المصدر في آخر الفيديو باش أي إنسان دخل تفرج فيا المرة الأولى يتأكد بأن القناة فيها المصداقية. وهاد الشي اللي كنطمحو ليه، كنتمنى تعاوننا بشكل كبير باش القناة تكبر ونفرحوا لعدد كبير من المغاربة، لأنه كاينين بعض الناس كيبقاو يسولوا وما عارفينش اش غادي يديروا، حيت كنقرا بعض التعليقات لا غالب.
كان اللي كيقول انا كنت عالج بالرميد و2021 غادي يحبسوه. اخويا انا كنقول لك بالله ما تقلق ما والو، ان شاء الله راه غادي تبقى تعالج وغادي يولي داكشي مزيان في الايام القادمه. كنتمنى من الله تعالى يرفع علينا هذا الوباء ونرجعوا الى حالتنا العاديه ونعيشوا حياتنا كما الاول، لان الايام القادمه ان شاء الله غادي تكون مزيانه. كنتمنى باش تشجعونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش تصلوا بالجديد ديالنا. دابا غادي نخلي لكم مصدر ديال هاد الكلام اللي قلت في هاد الحلقة هذه او في هاد الفيديو هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hey!